مساء الخير يا جماعة. في الحقيقة يعني أكيد في منكم عدد كبير جدا من الناس شاركونا المؤتمرات في القاعة دي، وفي الغالب أنا وقفت الوقفة دي وانتم قعدتوا القعدة دي، ونفس الحاجات بتحصل على مدار سنين وسنين. في شيء وحيد كويس وسط كل ضباب الحاجات الوحشة اللي حوالينا، هو انه على الاقل في مجموعة لسه مصرة انها تقول كلمة الحق، ومصرة انها طول الوقت تكون النور وقت الظلمة. على الاقل احنا لسه موجودين، قليلين، رجعنا قليلين زي ما كنا، ورجعنا غربة زي ما كنا، ورجعت النقابة هي أوسع مكان بيضمنا برضو. بس في نفس الوقت احنا مصدقين جدا في كل حاجة احنا بنعملها، ودي الحاجة اللي عمرهم ما هيقدروا يكسروها. احنا مصدقين وهنفضل مصدقين طول ما في ظلم، وطول ما في ناس زي يوسف وزي لؤي وزي ماهي وزي عشرات ومئات منهم في السجون على اختلاف طياراتهم السياسية. احنا طول عمرنا وهنفضل بنطالب بالحرية لكل الناس على اختلاف طياراتهم السياسية. وقفنا في المكان ده، دافعنا عن كل الناس لما كانوا في السجن، حتى لما الإخوان حكموا واعتقلوا وسحلوا وقتلوا، احنا برضو كنا موجودين هنا ووقفنا ضدهم. ودلوقتي الوضع كلنا عارفينه وكلنا شايفينه، الوضع في دولة رجعية مستبدة بكل المعاني بتحكم، في نظام متكامل، في نظام بوليسي متكامل، في عصابة كاملة بتحكم البلد. العصابة دي دراعها الأمني هو الداخلية، لكن ليها أزرع كتير جدا 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 بتساعد الداخلية. زي ما في ده، في إحنا وفي أنتم وفي الناس اللي في السجون. في الحقيقة أنا مش عايزة أتكلم كتير، بحاول إن أنا ما أتكلمش كتير، بس في الحقيقة أنا طول الوقت حاسة بالامتنان تجاه المكان ده اللي بيفتح لنا في الوقت اللي بتضلم فيه كل الدنيا، ما بنعرفش حتى نعمل حاجة في الشارع. الأمل موجود طول الوقت، طول ما الناس دي موجودة، وطول ما انتوا موجودين، وطول ما انتوا بتفكروا في اللي موجود في السجن. حقهم، الحرية حقهم، واحنا قررنا ان ده يبقى الشعار بتاع المؤتمر، ان احنا مش بنستجدي من حد حاجة. الحرية حق كل الناس اللي في السجون، وهناخده، مش هناخده دلوقتي، هناخده بعدين، بس لازم هناخده. احنا معانا زي ما قدم استاذ خالد البلشي زميل صحفي قعد اكتر من سنة في السجن، في الحقيقة سنتين يعني. سنتين. احمد جمال زيادة، يا جماعة احمد جمال زيادة دخل السجن في 2013 وخرج من ايام قليلة جدا جدا جدا، ومع ذلك هو معانا ومصر انه يقول شهادة مهمة جدا جدا. هنسمعها، اتفضل يا احمد.